واحتفاء بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وكيل مجلس النواب موجود مع الجماهير التي تحتفي بهذا الفوز الذي أبهر الحقيقة كافة فئات المجتمع بعد التجربة الديمقراطية التي عشناها على مدى الفترة الماضية والتي أعلنت نتائجها اليوم. سيد محمد أبو العنين وهو وسط هذه الجموع ووسط هذا الزخم الكبير، والحجة سمية أبو العنين نائب رئيس مؤسسة أبو العنين الخيرية أيضا موجودة في الاحتفال، وشايف الحج محسن وشايف العديد من رموز هذه الجمعية، ويعني شايف آلاف المواطنين الذين اكتظت بهم الساحة يعني يقدمون التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه اللحظة المهمة في تاريخ مصر وهذه المرحلة الصعبة التي نواجه فيها تحديات متعددة، ولكننا على ثقة وعلى يقين بأن الشعب المصري العظيم من المؤكد سيتجاوز كل هذه التحديات، وأن الجموع الغفيرة التي انطلقت في كل مكان هذه الجموع بالتأكيد ستكون درعا وسيف في المرحلة المقبلة خلف القائد وخلف أجهزة الدولة، الجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة المصرية. في كل بيت وفي كل حارة فرحة بهذا الفوز وهذا الانتصار. وأنا عايز أتوقف معاكم قدام مسألة أن الرئيس قد حصل في هذه الانتخابات على 89.6%، وأن 3 من قادة الأحزاب الرئيسية، حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، حزب المصري الديمقراطي فريد زهران، حزب الوفد عبد السند يمامة، الثلاثة بالتأكيد وبما حصلوا عليه من أصوات تتعدى الملايين أو تقارب الملايين، هذه شهادة جديدة لهم، وهذا تفعيل للحياة السياسية، وهذا تأكيد على أن العمل الحزبي سيلقى دعما جماهيريا في الفترة المقبلة، وإنه على الأحزاب دوما أن تستعد للانتخابات. احنا في 2025 هندخل انتخابات برلمانية، وهذه الانتخابات البرلمانية سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، الشعب اللي طلع بنسبة 66.8%، وهي أكبر نسبة في تاريخ الحياة البرلمانية والرئاسية على السواء، كل ده يدينا مؤشر مهم على أنه مشاركة الشعب أساسية، وأن الشعب لما بيحس أن الوطن في أزمة بيقف معاه وبيتحدى، وإحنا شفنا ده على أرض الواقع. معنا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. دكتور، أظنك تابعت نتائج الانتخابات الرئاسية، ما هي دلالة هذا الحجم من التصويت الذي أعلن عنه ودلالة اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؟ دكتور طارق، طيب سنعود الاتصال به مرة أخرى. فأنا بقول يعني أن المصريين من اليوم عليهم أن يستعدوا لهذه الفترة الجديدة، وأن القيادة السياسية، وإحنا سمعنا كلام الرئيس مش كتير لكنه يحمل رسائل عديدة، أولها توجيه الشكر للناس كلها، للفئات المختلفة، للمرشحين المنافسين، للشعب المصري، للقضاء، لكل الجهات المعنية. ويمكن النهاردة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وجه الشكر إلى الشرطة على حيادها، وإلى القضاء على نزاهته، وإلى الشعب المصري. دكتور طارق رجع.